بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب Where is العالمين، والصلاة Janine? والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Can I see the name of student and their numbers? نسك أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن من وعليكم مجموعة السلام ورحمة الله وبركاته. فاتن نحن من سيستر مجموعة فاتن. نحن من المجموعة الثالثة. إن شاء الله اليوم سنقدم لكم المحاضرة الثالثة من جولد، والمبحث الرابع في الكتاب تحت الموضوع أساس السلوك. في الكتاب هذا الموضوع في صفحة 20. مجموعتنا تتكون من 10 أعضاء. اوكي أولا أساس السلوك، أولا أساس السلوك تتكون السلوك من 6 أساس، وهي الغريزة والعادة والوراثة والبيئة والإرادة والوجدان. Can you see the slide? No. لا تأكلوها. كأين سلاك تأدي؟ كجاب problem. مرة أخرى، أساس السلوك تتكون السلوك من 6 أساس، وهي الغريزة والعادات والوراثة والبيئة والإرادة والوجدان. قبل ذلك، ما هي السلوك؟ وجوابه: كل عمل إرادي يسمى سلوكا، ولسلوك الإنسان أساس نفسية يصدر عنها. إن الناس يميلوا إلى الشرف والرفعة والكمال وسائر الفضائل دائما، ولكن هذا الميل يختلف قوة وضعفا بحسب طبيعة المجتمع وعيداره وأنظمته وزمانه. والتربية الصحيحة هي التي الميل وتمنيه وتصل بالإنسان إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه من السمو والكمال، كما أن التربية السيئة تضعف هذا الميل وقد تنفيه. أساس السلوك الأولى الغريزة. اعتقد الفلاسفة أن الإنسان يولد صحيفة بيضاء يقش فيها المربي ما يشاء، وظهر أن الإنسان يولد صحيفة منقوشة نقشها الأسلافي، لأنه يخرج إلى هذا الوجود وسرعان ما يعمل أعمالا بالغريزة. أهم الغرائز فيها ثلاثة أهميات، ولن
حفظ الذات، ثانيا حفظ النوع، وثالثا غريزة القوم. حفظ الذات، نرى كل حيوان في الدنيا يسعى دائما من يوم أن يولد ويجاهد ما أمكنه للحصول على قوته ويمنع في الحرب من الموت. نعم. ثانيا حفظ النوع، هي من أقوى الغرائز وأكثر ما مظاهر في الحياة، ومن أكبر مظاهرها الميل المتبادل بين الذكر والأنثى. ثالثا غريزة الخوف، هذه الغريزة تصحب الإنسان منذ طفولته إلى القدر. الخوف لازم للإنسان، يخاف عن مثل يخاف على نفسه وعلى ملكه، ويخاف على من الأوهام، ويخاف من الفكر وغير ذلك. من جهة أخرى يعتبر الخوف من أكبر عامل التربية، ولابد من الخوف المعتد لسلاح الحيوان والإنسان. وتختلف الغرائز باختلاف الأشخاص والأمم، وهي تقوي وتضعف بالنسبة الرقي العقلي للشخص والأمة. ومن مجموع هذه الغرائز يتكون السلوك الفردي والجماعي. تفضل صديقتي عليا. فهي نلتفت إلى تربية الغرائز، والغرائز جميعا قابلة لأنها تثبت وتنمى بتربيات، كما تكون مقابلة للانضباط بالإهمال. والتربية والتهذيب ليس المقصود منهما إزالة الغرائز وقمعها بالكلية، وإنما ردها إلى الاعتدال المطلوب. وتربية الغرائز تتم بتوجيه البواعث التي تبعثها، فمنها ما يعتدل بمقاومة الميول، ومنها ما يعتدل بالتشجيع، ومنها ما يعتدل بالتوجيه والتيسير، ومنها فلو لاحظ عند الناشئ الميل إلى الاعتداء على الآخرين وجب مقاومة هذا الميل حتى يعتدل، ولو لوحظ عليه الخمول والكسل شجع على الحركة. كل شخص لها غريزة المتعددة، وهي تقوى وتضعف بالنسبة الرقي العقلي للشخص والأمة. والغرائز يقود الناس إلى كثير من الأعمال، وأيا كان كثرة هذه الأفعال وتعددت، فعند التحليل يمكن إلقائها غرائز كاملة. غريزة لها ردة الخاص قبل ظهور أي غريزة، كغريزة الغضب تبعث عن القول الحاد أو الانتقام أو نحو ذلك. من مجموع هذه الغرائز ثم شكل السلوك الفردي والمجتمع. من الأسئلة أسئلة أفيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أساس السلوك هو الأداة. الأداة هي التي الأعمال إذا أقر حتى صار الإنسان به سهلة. أكثر أعمال الإنسان من خلال الأداة مثل المشي والجري وطريقة اللباس والكلام. تتكون الأداة بميل النفس إلى عمل ما، وإجابة هذا الميل بإصدار العمل مع تكراره تكرارا كافيا حتى يكون سهلا.
وللعادة سلطان كبير على النفس لأنها تسهل العمل وتقلل الفترة الزمنية، ولكن كثيرا ما يعتاد الإنسان بعض العادات السيئة وتستفهل في نفسه، فلا يستطيع الخلاص منها إلا بعد جهد جهيد. وبعد ذلك next ويتطلب الإقلاع عن العادات السيئة ما يأتي: أولا العزم الذي لا تشوب به شائبة، يعني وكل ماضي يوم واحد من غير العادة القديمة ثبتت العادة جديدة وتمكننا. ثانيا المحاولة إيجاد عادة جديدة، يعني استمرار التربية والتمرين أفضل واسطة تجعل المجموع العصبي يعمل في طريق مخصوص على الدوام. ثالثا انتهاز أقرب فرصة لتنفيذ ما عزمت عليه، يعني فلن تتحسن أخلاقه وتقوى إلا إذا انتهز كل فرصة تسنه له. أخيرا المحافظة على استمرارية القوامة، ولذلك بالقيام بالعمل يومي تخالف به الهواء. وبعد ذلك هذه يرى بعض الخبراء على أن أولى الطرق في التخلي عن عادة مذمومة أن يتركها الإنسان مرة واحدة فيتألم لذلك ويلاقى من تركها المشاق مدة محدودة من الزمن، ثم تزول المشقة ويتحرر من وك تلك العادة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، والدواء في حال عدم القدرة أن يأخذ الإنسان نفسه بالتدرج. أخيرا الفكر والعادة. الفكر هو يفترض أن يكون الفكر سابقا للعمل، فكل عمل اختياري لا بد أن يسبقه تفكير. فإذا أردنا اعتياد عادة أو عدول عنها وجب النظر عن أساس ذلك. إذا أردت الفكرة على المخ ورحب بها زمنا طويلا أثرت فيه أثرا يجعله يفكر بها، وأوعز إذا جوارح بالفعل إن ذلك تتحول الفكرة إلى عمل، وكلما تكررت كبير أثرها حتى تكون عادة. شكرا من نفسي. بارك الله فيكِ.